أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحلام جريئة. النهاردة الحلقة مختلفة شوية لأن معايا زميلي العزيز محمد ياسر هيقدمها معايا، ومعانا أحلام صغيرة لكن مصيرها تكبر وتظهر للنور وتبقى أحلام جميلة وأحلام جريئة. النهاردة معانا فقراتنا، معانا فقرتين. إيه يا محمد؟ أهلا بيك الأول يا عزة، ومبسوط إن النهاردة أنا معاكي، والنهاردة تبقى حلقة مختلفة. معانا مواهب جميلة جدا، معانا رسامة ومعانا مذيع المستقبل بإذن الله، وهيبقى معانا فقرات تانية برضك، مواهب غنى، وفي مفاجآت تانية بعد ما يخرجوا الرسام والمذيع المستقبل بإذن الله، وهيبقى فيها تبقى حلقة كويسة بإذن الله. إن شاء الله بيك تبقى حلقة مميزة بيك وبضيوفنا الحلوين. معانا علياء، بنرحب بيكي علياء. ازيك، عاملة ايه؟ بنرحب بيكي حمزة. حمزة مذيع. انا الاول بشكرك على الورد الجميل اللي انت جبته لي. ميرسي. ورد فعلا من مذيع، انت فعلا هتطلع مذيع. منورين البرنامج معانا. نبدا على طول معاهم. نبدا على طول معاهم. اولا نورتوا برنامجنا، وانا مبسوطه جدا جدا ان انتم موجودين معانا النهارده. انا مبسوطه. مبسوطه جدا يا حمزه، مبسوطه بالورد اكتر على فكره. حمزه، انت قلت لي انك في فريق ايه؟ انيميشن كيدز. صح. الفريق ده بيعمل ايه او ايه شغلته؟ بيعمل استعراضات غنائيه. طيب ده حلو جدا. وانت ناوي ان انت لما يعني تكبر شويه تكمل فيه، تكمل معاهم؟ طيب برافو عليك. انت بعت لي فيديو كان فيه انت مذيع، انا عايزاك انت بقى كمذيع تقدمني، ايه رايك؟ ماشي. منورينا مقدمه. مساء الخير على كل اصحاب اللي بيشوفوني النهارده من برنامج احلام جريئه من خلال قناه الصحه والجمال. طبعا معانا الاعلاميه المتميزه الجميله قوي عز عبد الفتاح. اهلا بيكي. حلو قوي. لا والجميل قوي، انا بشكرك جدا يا حمزه. ممكن بقى نقولها تاني بس بالراحه؟ ما سمعتهاش. وبص للكاميرا، عاوز اسمعها تاني. مساء الخير على كل اصحاب اللي بيشوفوني النهارده من برنامج احلام جريئه من خلال قناه بقى الصحه والجمال. طبعا معانا الاعلاميه المتميزه الجميله قوي عز عبد الفتاح. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيب قلبي. اهلا. حابب تسالني اي سؤال؟ لا خالص. كفايه ان انت عملت انترو جميل، وكفايه برضو الورده، انا معجبه جدا بالورد. وذوق حسك كفنان تحس حاجه جميله قوي على فكره. علياء، احنا شايفين حاجات جميله انت رسماها. الاول عرفينا بنفسك. انا اسمي علياء طارق الروبي، عندي 13 سنه. بدات ازاي ومين شجعك؟ انا بدات رسم وانا عندي 7 سنين، كنت برسم حاجات بسيطه كده الاول، وبعدين ماما حست ان انا بعرف ارسم فبدات بقى تخليني اخش كورس، وبعدين تطورت بقى وكده. طب انت ممكن تفرجينا على الحاجات اللي انت رسمها؟ تمام. هو انا اول حاجه كنت بادئه لاندسكيب، حاجات طبيعيه، وبدات ارسم شجر الاول وحاجات كده بسيطه في الاول. ده كان عندك كام سنه علياء لما بداتي؟ دي تقريبا لما بدات كان عندي 7 سنين او 8 سنين حاجه كده يعني. لما بدات اعرف ارسم كويس بقى كان على مثلا تقريبا 10 سنين او 8 سنين حاجه كده. مين بيشجعك تنمي الموهبه بتاعتك؟ ماما وبابا طبعا، دول اهم حاجه بالنسبه لي، والميس برضو اللي انا كنت باخد معاها في الكورس، ميس امل طبعا، دي اكتر حد نمالي الموهبه يعني وشجعني، وكانت اكتر من الناس المهمه في حياتي. عرفت منين ان انت موهوبه؟ طبعا احنا بنحيي الاول، نحيي طبعا مامتك وباباكي، ونحيي الميس بتاعتك اللي قدروا يستغلوا الموهبه بتاعتك ويكبروها وينموها ويحققوا حلمك. احنا بنحييهم يا جماعه على الهوا. طبعا بنشكركم جدا. تقفوا جنب ولادكم، دي حاجه كويسه حاجة جدا، ما تحبطوهمش، لازم طبعا تكبروهم وتعلموا من شانهم، ودي حاجه جميله جدا بحييهم عليها. لا وكمان نموذج مشرف يعني. طبعا طبعا حاجه جميله جدا. ورينا رسوماتك يا علياء. هنا بقى بدات ارسم حاجات انتيك شويه، فكنت بنزل خان الخليل وبشوف حاجات وبقلدها بقى وارجع ارسمها وبحط التاتش بتاعي او الفاين. حاجه قدام الكاميرا علياء. ايه ده؟ ده انت نزلت؟ ده كان خان الخليل. نزلت وشفت حاجات وكنت بقلدها يعني وكده. وفي ده احلى اهو، ده برده كان قديم قوي، كان من اول حاجات اللي رسمتها، كنت بادئه انا برده بيهم من خان الخليل برده. ولا انت كان ليكي رؤيه خاصه وانت بترسمي؟ ما لا، كان من خان الخليل، وبرده انا بحط التاتش بتاعي برده، بحط التكنيك بتاعي، ومثلا هم مثلا رسمينه بماتيريال معينه
انا ممكن مثلا اغير مثلا واعمل مثلا هم ماشيين مثلا بزيت، ممكن ارسم انا بخشب مثلا. برافو عليكي يا عليا، برافو عليكي. طب انت عرفتي منين موهبتك او ابتديتي تنميها ازاي؟ عرفت ازاي؟ هو انا كنت برسم حاجات بسيطه الاول، اللي هو باربي والحاجات البسيطه دي، وبعدين ماما حست ان انا يعني الحاجات دي ممكن اعرف ارسم احسن من كده بس. وبعدين بدات بقى اخش في كذا ماتيريال واجرب كذا نوع لحد ما عرفت ايه اللي بعرف ارسمه كويس وايه اللي عايز اشتغل عليه. طب انا شايف الوان مختلفه كتير. انت لسه هسألها دي مثلا اجدد حاجه رسمها، دي كانت من كام يوم. ده بقى ده كان حاجه مثلا دي اسمها ايه الرسمه دي؟ اسمها ايه؟ لا ما هي دي جات لك من وحي خيالك، انا شايفه انها غريبه شويه. ما هو لا انا بقى لما ببقى زهقانه في البيت مثلا بقعد ادور على بنترست وحاجات كده جوجل وبدور على رسومات واقلدها بقى. يعني انت بتخرجي في الرسم مشاعرك، يعني بتبقي في حاجه في حاله معينه انت فيها، حاله سعاده حاله زعل، بتخرجي في الرسم مشاعر بتاعتك. بدور على الحاجات شبهها، ايوه الحاجه اللي انا عايزاها او عايزه ارسمها، ليه نفسي ارسمها وبرسم. في المستقبل هتلاقي فنانه جميله على فكره. وانت يا حمزه انا سمعت كده والعصفوره قالت لي ان انت بتعرف تغني. طب ممكن نسمع كده حاجه صغنونه كده من حمزه؟ اغنيه ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. الناس اللي انت بتحبها اغنيه ناس في بلادي. ماشي. يا بلادي بلادي بلادي، ليكي حبي وفؤادي، يا سلام على الناس في بلادي ولا الجيش المظبوط يا روحي. الله عليك، بحييك يا حمزه عشان انت ولد صغنون وجميل والله. سوله يا حمزه، مثلك لا مثلك مين بقى عايز تطلع زي مين من المذيعين بما انك تبقى عايز تطلع مذيع؟ تامر حسني. تامر حسني بيغني. تامر حسني هو يعني مين مذيع؟ مذيع؟ مش انت كسبت في برنامج الفنان الصغير؟ المذيع الصغير اللي احنا كنا عاملينه؟ طيب انت شفت مين من المذيعين وانت حابب ان انت تطلع زيه؟ لا يا حمزه، انا قلت هتقول عزه. المذيع عزه عبد الفتاح. عز جميل حمزه والله. وانت يا علياء نفسك تكوني زي مين من الفنانين الرسامين الكبار اللي احنا بنسمع عنهم؟ هو مفيش حد معين، بس في مثلا ممكن بيكاسو او فان جوخ، دول برضو بحب رسوماتهم قوي. بس هم رسوماتهم قديمه قوي وانتيك قوي، بس انا برضو يعني بحب الرسم ده، بس مش ده احلى حاجه بالنسبه لي. يعني بعرف ارسم حاجات احلى منه او يعني حاجات نوع تاني، بس انا بحبهم برضو، يعني دول حاجه جديده بالنسبه لي. يعني انت طبعا بتحبيهم بس انت عاوزه تبتكري، انت قصدك تبتكري حاجه جديده، ما تمشيش على نفس المنهج بتاعهم ولكن تضيفي، يبقى ليكي اضافه. دي حاجه جميله على فكره، ده يوضح ان انت ان شاء الله في المستقبل هتبقي فنانه قويه. وافتكري ان انا قلت لك كلمتين دول. اكتر الوان بتحبي تستخدميها ايه عليها حاليا؟ الزيت والجواش اللي هو الالوان المايه. ليه الزيت؟ عشان هو التكنيك، انا كنت في الاول بستخدم جواش، وبعدين الجواش كان في تكنيك معين كده بس انا ما كنتش بعرف اشتغل بيه قوي. وبعدين لما اشتغلت بقى بتكنيك الزيت، هو تكنيك الزيت حاجه تانية غير التكنيك الجواش خالص، فلما اشتغلت بقى بالزيت بقيت اشتغل بنفس تكنيك الزيت. الزيت تكنيك طبعا معاك الرسومات فيها الالوان دي توريها لنا. مثلا دي كان زيت، دي كان اول او تاني حاجه رسمها زيت تقريبا، كانت حاجه في الاول خالص. وده اللي هو بنعمل بيه، بنرسم بيه، بنحدد بيه رسومات الزيت الازاز. قلنا برضو نحط الرسمه دي. جالك ازاي خيال الرسمه دي؟ مش عارفه، وانا كنت قاعده زهقانه ف كنت كله مع الحالات. كل حاله. طب اي رسمه فيهم اقرب لقلبك يا علياء لما بتشوفيها بتحسي ان هي دي بتعبر عن علياء؟ عن علياء ممكن دي فعلا. دي. ليه علياء ليه كده؟ طب دي مش فاهمينها اصلا. لا مش عارفه يعني ده انت كده. لا دي حاله متلخبطه خالص. او في ثانيه واحده كمان. ايوه عايزين حاجه للتفاؤل يعني. ما ينفعش كده. في دي برضو، دي هنا كنا عاملين جواش وقلنا نعمل البنت بقى، قصينا مجله وقلنا نعمل البنت بالمجله. في انواع ورق بتستخدمها معين للرسم ولا هو كانسون عادي يعني مفيش حاجه معينه؟ مش شرط يعني. وبس الزيت بس بنستخدم اللي هم بتوع الخشب دول.
يعني تقصدي كل حاجه ليها الحاجه بتاعتها تكنيكها وطريقتها وحاجتها معاك. برافو عليك. برافو عليك. بالنسبه لحمزه بقى حبيبي، مين شجعك بقى وخلاك ان انت يعني قالك ان انت لا لازم طالما انت شايف في نفسك ان انت عاوز تكون مذيع او عاوز تكون فنان لازم تكمل؟ ماما. بنحيي طبعا مامتك الجميله طبعا. عشان شجعتك. انت حابب تقول لها ايه يا حمزه؟ لا تشكرها. اشكرها. ايوه قول لها ايه؟ هتقول لها ايه؟ شكرا إيه يا مامي. شكرا. احب اقول لها ميرسي. ميرسي. ميرسي يا مامي. ميرسي جدا جدا عشان حمزه القمر ده اللي منورنا في حلقتنا. انت في سنه كام يا حمزه؟ رابع وان. انت مبسوط معانا يا حمزه؟ مبسوط النهارده معانا انك معانا في الحلقه؟ احنا مبسوطين ان انت معانا يا حمزه. انا مبسوطه اكتر. مبسوطه بيكي يا عليا جدا. انا اللي مبسوطه اكتر. ودايما مبسوطه ان يكون في حلم وانا نفسي احققه وبسعى ان انا احققه. يعني انا ما الاقيش نفسي ان انا عندي موهبه ولا ما كله بيرسم، ما كل الناس بتقدم عشان تبقى مذيع، ناس كتير حلمها كده واقعد وخلاص. لا يعني احب دايما اللي عنده حلم لازم يحققه، لازم يكمل، ولازم لو حتى الظروف وقفت قدامه طبعا. لو حتى الظروف وقفت قدامه فعلا ان هو يحاول يحققه باي طريقه. وانا مبسوطه بيكم جدا 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 جدا. حابين بقى تشكروا مين وانتوا قاعدين معانا؟ حمزه شكر مامته، حابه تشكري مين يا علياء؟ حابه اشكر بابا وماما طبعا عشان هم دول اللي شجعوني طبعا وخلوني اكمل، وميس امل طبعا عشان هي اكتر حد كبر لي الموهبه دي يعني وزود لي عليها كتير وعلمني تكنيكات كتير. جميل جدا جدا. وانت يا حمزه مين كان بيشجعك ان انت تبقى تغني؟ ماما وبابا. ماما وبابا. تحب تقول لبابا ايه على الهوا؟ اشكره. تشكره برضه؟ واحنا من خلال برنامجنا برنامج احلام جريئه بنشكر كل اولياء الامور، كل الاهل اللي بيهتموا باولادهم ويدعموهم ويقفوا جنبهم ويحاولوا يحققوا احلامهم، واحنا كمان بنحقق برضه، بنحاول ونحقق الاحلام. ومبسوطه بيكم جدا جدا النهارده. وطبعا معانا فقرات ثانيه يا محمد صح؟ طبعا. واحنا مستنيينها برضه، مستنيين وان شاء الله تبقى حلوه. كنا مبسوطين ان انتوا كنتوا معانا النهارده يا علياء، انت وحمزه، وان شاء الله تبقوا معانا كتير طبعا في حلقات جايه كتير. احنا مبسوطين. نشوف رسومات تانية مختلفه وعايزين مقدمه بقى كبيره المره الجايه يا حمزه. ان شاء الله باذن الله. انا متوقعه علياء ان شاء الله ان شاء الله هتعملي معرض لما تكبري، بس ما تنسيش تعزميني. حاضر. اول واحده بالدعوه. ما هو دول على فكره دول كانوا في معارض برضو في النادي كنا بنعملهم. انت ما قلتلناش. طيب برافو عليكي. عقبال بقى ما يبقى ليكي معرض ليكي لوحدك باسم الفنانه ان شاء الله. علياء. ان شاء الله ان شاء الله. نورتوني. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وفي الفاصل حقيقة عرضنا برومو الفيلم او جزء من فيلم. هو اللي عجبني في البرومو ده او في الفيلم ده انه مجموعة شباب هم عاملين لوحدهم. يعني الشباب دي كان هو الفيلم اخراجهم وانتاجهم وتصويرهم، حتى كمان كانوا بيصوروه بكاميرات موبايلات تقريبا. القصة بتاعت الفيلم جميلة جدا، عجبتني جدا جدا. انا شفت منه اجزاء كتير ومقاطع كتير. صراحة انا بحيي الشباب دي جدا جدا بجد على المجهود اللي هم عملوه في الفيلم ده وفي تصويره وفي اخراجه.
التمثيل نفسه والحاجات اللي عملوها كلها انا شايفاها ان هي بصراحه ابداع كشباب لسه صغير ومع نفسهم يمثلوا فيلم من غير ما يستعينوا بحد ولا حتى باخراج او اي حاجه زي كده. انا شايفه ان ده بصراحه حلم وكان لازم فعلا يحققوه، وان شاء الله ربنا معاهم في المستقبل ويحققوه. بحيي طبعا طارق يحيى، ده كاتب قصه وسيناريو الفيلم، والمخرج وممثل الفيلم عبده ربيع، وكان معايا مجموعه من الشباب انا بحييهم جدا جدا بصراحه. الفيلم والبرومو اكثر من رائع، انا شفت كتير بصراحه منه اجزاء عجبتني جدا جدا، وان شاء الله لما يعرض الفيلم يعجبكم ويبقوا ممثلين كبار ومشهورين ومعروفين ان شاء الله يا رب باذن الله. نجيبهم معانا حلقه يتكلموا عن الفيلم طبعًا طبعًا، وازاي قد ايه تعبوا فيه لما يخلصوه ان شاء الله، وييجوا معانا حلقه هم بنفسهم يتكلموا عنه، يتكلموا عن صوروه ازاي، يتكلموا عن كل المشاكل اللي قابلتهم وهم بيصوروا طبعًا. كل ده طبعا مهم جدا، ففعلا لازم يكون معانا حلقه نتكلم اكيد عنه. ان شاء الله بنرحب طبعا بضيوفنا في الفقره الثانيه. معانا محمد، نورتنا يا محمد. الحمد لله تمام والله. محمد انت بتغني صح؟ بغني بتغني، صوتك طبعا جميل انا سمعته. معانا معاذ، ازيك يا معاذ؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. بتعمل ايه يا معاذ؟ بمنتج الفيديوهات وبعمل زي فيديو كليب كده، وبحط صور على اغاني على مؤثرات وبهز الصور وبحط اماكن الاغاني واللي يليق على الاغنيه بظبطه. برافو عليك، مشروع فنان. منى نورتيني، بشوشه وجميله، ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ وانت يا منى بتعملي ايه؟ انا بصمم او دريسات لباربي. بتصممي دريسات لباربي؟ باربي بس ولا في حاجات ممكن تعملي اكبر من كده؟ لا انا حاولت مره بس هو ما طلعش حلو قوي. مش مشكلة، ما احنا بنحاول مرة واثنين وتلاتة، ومع كل محاولة اكيد بعد كده بتنجح ان شاء الله. صح؟ طيب ما نشوف حاجات منا، ورينا كده يا منا. فرجينا كده يا منا. ده الفستان. طيب وريلي الكاميرا، ده تصميمك. برافو عليكي. بتشوفي تصميمات معينة بتقلديها ولا ده بيبقى من خيالك انت بتبتكري؟ لا انا ساعات بتجيلي فكرة بس انا برسمها في خيالي وبعد كده بصممها. هو ده تصميمك انت ولا حد ساعدك فيه؟ لا انا بصممها لوحدي. كل العرايس دي انت اللي مصممها لوحدك؟ جميل. عرفتي اتعلمتي ده فين او ده موهبة؟ لا انا كنت بتفرج على اليوتيوب بس ما عجبنيش، يعني حسيت ان انا ممكن اعمل احسن من كده فحاولت بنفسي والحمد لله نجحت. خدت كورسات في ده ولا انت؟ لا لسه. جميله يا جميله يا منى، انا عاجبني قوي ان انت بتقولي ما عجبنيش وابتكرتي، ده حاجه حلوه جدا طبعا. ان خيالك هو اللي يرسم هو اللي يشتغل، ده حاجه جميله جدا، ده فعلا خيال فنان. وريك بقيه الحاجه بتاعتك دي. ده برده فستان بحبه جدا، هو كده زي طويل من ورا وقصير من قدام، وده برضو فستان تاني زي بالارينا. وده برضو فستان تاني منفوش. حلو جدا. وايه اللي في العلبه بقى؟ دي عايزين نعرف اللي في العلبه ايه. دي درسات برضو. جميل. ده برضو فستان. جالك طلبات بقى؟ طلبات شغل؟ لا. لسه؟ طب انت بقى لما تعرضي كده ان شاء الله وانا هبقى اول زبونه. ان شاء الله. بس هتتعلمي بقى اكيد. هتتعلمي وتعرفي تعملي الحاجات دي مش على عرايس بس، اكيد على اكبر من كده ان شاء الله. بالنسبه لمعاذ، كلمنا اكتر بقى عن احساسك وانت بتعمل الفيديوهات دي، بيبقى في حاجه جواك وانت بتعملها، مشاعر معينه؟ انا شفت في فيديو انت عامله لباباك، حاجات معينه ولا انت مع يعني مع نفسك بتشوف الاغنيه لايقه على الصور؟ من حب في بابا فانا عايزه اعمل له حاجه اتعلم منه، بحبه جدا ربنا يخليك. فانا عايزه يبقى احسن مني، فبعايزه اطلع له كل حاجه حلوه من المونتاج او كليبات، فانا بحطها مع المؤثرات فبظبط له جو. طيب يا معاذ نشوف جزء من شغلك، نشوف الفيديو اللي انت عامله. حلو جدا. حلو يا معاذ. طبعا وانا شايفه حلوه المؤثرات اللي انت مدخلها دي، بتبقى انت حاسس ان هي ماشيه مع الاغنيه والصور ولا انت بتدخلها عشوائي؟ انا بدخلها عشان حاسس ان هي حلوه، يعني بدخلها على اساس ان كل صوره بتظهر من بابا والممثلين دي دخله حلوه. تمام، يعني بتبقى حاسس بيها مش مدخلها كده عشوائي مجرد ان الصوره تتهز في جزء معين من الاغنيه، فلا
انت مدخل ان الجزء ده اتعملت المؤثرات دي في الوقت ده علشان حاجه في دماغك انت عاوزها. حلو، ده رؤيه فنان. ان شاء الله لما تكبر تبقى مخرج فيديو كليب كبير ان شاء الله. محمد، انت عندك موهبه الغنى، فانت كنت حابب تسمعنا ايه دلوقتي؟ انا كنت هسمعكم قديم عبد الحليم حافظ، استاذ عبد الحليم. طيب ممكن نسمع؟ طيب. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم. ابعتلي سلام، قول اي كلام من قلبك او من وراء قلبك، مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني اقاسينار حبك، اقاسينار حبك. شجعك يا محمد ان انت تغني؟ طبعا الفضل طبعا يرجع لوالدي ووالدتي، طبعا اصحابي شجعوني جدا. طبعا انت اتدربت فين ولا هي موهبه؟ انا طبعا الاستاذ عباس في مدينه الغردقه هو اللي دربني وعرفني كل حاجه تبع الغنى وكده، هو اللي ماسكني حاليا في الغردقه وماسك كل مواهب الغردقه. جميل، وحاجة جميلة طبعا. احنا عامة عارفين ان كل موهبة علشان تبقى لها ثقلها يعني وتكون قوية لازم يكون معها تعليم، يعني ما تبقاش موهبة بس، لازم تتدرب كمان. طبعا لازم دراسة وتعرف انت بتغني ازاي على مقام ايه وكده، لها حاجات معانا مش اي حد بيغني، ولازم برضك عشان تغني لازم تغني قديم عشان تعرف تغني جديد، لو غنيتش ما غنيتش قديم مش هتعرف تغني جديد. بس في ناس طلعت وغنت جديد على طول وغنت كويس. عامة بس ممكن يكون برضك درس دراسة. أيوة، بس هو انت برضك القديم دراسة. بيعرفك من غير حتى ما يكون حد درس، بس بيعرفك ازاي تمشي على مقام، تغني مقام تون، تعرف التون بتاعك ماشي ازاي كده. برافو عليك. انا انت بقالك قد ايه بتغني يا محمد؟ انا في ثانية ابتدائي بدأت اغني كده. ومين اكتر حد كان بيشجعك وبيسمع لك؟ وطبعا انا اول حد خد باله مني مدرسة الموسيقى عندي في سنه ثانيه ابتدائي، بعد كده بدات تطلعني حفلات عيد الام وكده، بعد كده امي بقى وهي خدت بالها مني اكتر وقالت لي لا انت لازم تتمرن وكده، ومرني خليت حد يمرني، بدات بقى اشتغل على نفسي كتير. جميل، بالتوفيق ليك ان شاء الله. انا بشوف اهلي يعني ناس كتير واهل بيبقوا بيعترضوا لما حد من ولادهم يبقى عايز يغني او يمثل او حتى يدخل في مجال معين من انواع الرقص. هو عشان بس مش ملهوش مستقبل يعني، ساعات بيعتمد على الحظ بس. هو بس الفنان الشاطر بيثبت نفسه طبعا، بس مش كل ما انت لو حسبتيها هتلاقي في مصر ناس كتير جدا بتغني، بس الانسان الصح اللي هو الشاطر هو اللي يوصل احساسه ويوصل كلام للناس، الناس تحبه. كذا واحد بيغني في فرق، فاهم؟ وانا عارف ان كل يعني كل مثلا احنا عندنا مثلا في مصر او برا مصر احنا بنعتمد على كذا لون من الاغاني، مهرجانات طرب اللي هو الرومانسي كلاسيك. فكرت تغني مهرجان؟ لا الصراحه لا، مش حابه، حاسس اللي هو مش هيظهر صوت محمد هاني عامه، مش هيظهر الطرب صوتي الاصلي، هيبقى انت عاوز طرب اصيل. انا عايز طرب. انا واضح ان انت بتحب القديم اصلا. بحب القديم وبحب الجديد وبحب اللي انا احساس. طبعا انا لو غنيت مهرجان هل هطلع في احساس؟ مش هطلع في احساس. لا طبعا. بتحب تسمع لمين؟
الجديد القديم طبعا عبد الحليم حافظ، الجديد استاذ تامر حسني نجم الجيل طبعا. كل الناس بتحبهم طبعا. طبعا. وانت يا منى ما قلتيليش بقى لما بتصممي الازياء بتاعتك يعني دي وانت كده صغيره، حابه لما تكبري برضو تبقي مصممه ازياء ولا في حاجه معينه نفسك تشتغلي؟ لا انا نفسي اتعلم اكتر في الازياء لحد ما اكون مصممه ازياء ان شاء الله. يا رب تبقي مصممه ازياء كبيره. انت بتدرسي أنا شايفة ايه؟ حاجات جميله هي عاملاها جدا جدا. بتدرسي ايه؟ في سنه كام؟ في سنه كام؟ انا ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي صغنونه. ان شاء الله تكبري وتبقي ليكي مستقبل كويس جدا. تبقي اكبر مصممه ازياء. مصممين ازياء نورين فرح، هي عجبتني لانها كسبت اول، يعني هي اول مصممه ازياء مصريه كسبت اسبوع موضه في باريس تعرض فيه ازياءها، وكمان عملت ماركه تجاريه باسمها، ده شيء جميل جدا. طبعا طبعا حاجه جميله. خلاص عقبال ما نشوف ان شاء الله منا ماركه تجاريه كبيره وكل منتجاتك وحاجاتك تبقى في معارض كبيره ومكتوب عليها منا. انا ناويه تسمي ليكي اسم تاني. لا انا عاجبني اسم. حلو جدا يا منى. وانت يا معز حابب لما تكبر تبقى ايه؟ مجال تاني ولا نفس مجال الفني؟ نفس المجال بس هيكون احسن لما اكبر لان هيكون في شغل على كمبيوتر فهيبقى المجال اوسع. يعني انت حابب ايه؟ يعني احب اطلع مونتاج للافلام. يعني حابب تطور من نفسك اكتر وتشتغل على نفسك اكتر الفتره اللي جايه. يعني كلها برضو حاجات فنيه، يعني مفيش حاجه، يعني ان شاء الله طبعا ربنا يوفقكم، يعني مفيش خطط مستقبليه خاصه بالدراسه ولا كلها هتبقى دراسه مرتبطه بنفس الحاجات اللي انتوا بتحبوها؟ هي الدراسه. يعني انت نفسك تتخرج من الدراسه تبقى ايه؟ مونتاج افلام. لا تبقى خريج ايه؟ تخش كليه ايه؟ للاسف وقتنا خلص. للاسف وقتنا خلص. انا كان نفسي تقعدوا معانا اكتر من كده. انا بشكركم جدا جدا. بشكرك يا محمد، بشكرك يا معاذ، بشكرك جدا يا منى. نورتونا النهارده وان شاء الله تبقوا معانا في حلقات ثانيه باذن الله. ان شاء الله. مبسوطين ان انتوا كنتوا معانا النهارده انتوا الثلاثه. ان شاء الله. مبسوطين بكم جدا. هنروح لتقرير فاصل ونرجع لكم.